الغدة الدرقية هي أكبر الغدد الصماء في جسم الإنسان، تقع في منطقة مقدمة الرقبة أمام القصبة الهوائية. وتنقسم أمراض الغدة الدرقية إلى ثلاث مجموعات رئيسية: فرط في نشاط الغدة الدرقية، وهو الإنتاج المفرط لهرمونات الغدة الدرقية في أنسجة الجسم مما يؤدي إلى تسريع عملية الأيض. قصور في نشاط الغدة الدرقية، وهو تدني أو عدم إفراز هرمونات الغدة الدرقية في الدم مما يؤدي إلى تباطؤ في وظائف الجسم. تضخم في الغدة الدرقية ينتج عنه تورم وانتفاخ في منطقة الرقبة بسبب اختلال في الهرمونات والمكونات الكيميائية الموجودة في الغدة.